برنامج كبسولة مع الدكتور فيصل الزهراني. عشان الفهم بسهولة، فوائد نور نجمعها نقدمها في كبسولة. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعي ومستمعات إذاعة ألف ألف إف إم. أنتم الآن تستمعون إلى برنامجكم اليومي، برنامج كبسولة. كلنا نعرف ذاك العفن الأخضر اللي ينمو على الخبز المتعفن ونعتبره حاجة مزعجة جدا للغاية. قبل 90 سنة كان في واحد مدير مختبر للكيمياء الحيوية في مستشفى ماري في لندن، شغال بالمختبر جالس يدرس البكتيريا ويجمعها من المرضى ويتعرف على البكتيريا. وكانت هذه المهنة يعني، وكان يعني يجمع البكتيريا الخطرة والمميتة. بالصدفة يوم من الأيام وقع شيء من هذا العفن على البكتيريا. العفن هذا اللي لونه أخضر اللي ممكن تلاقيه على الصامولي ولا على عيش الشامي، وقع على البكتيريا اللي موجودة في الأطباق في المختبر فقتلها. فأصيب بالحزن وتنكد ذلك اليوم كأنه التجربة خربت. لكن سبحان الله، هذه القصة نفسها هي التي قادته لاكتشاف مادة، مادة نكتشف نستخدمها يعني بكثرة، هي مادة البنسلين أو أشهر مضاد حيوي عرفته البشرية. هذا الخطأ الذي صار، سقوط هذا العفن على البكتيريا وقتلها، هو حل مشكلة كانت تقتل ملايين البشر. هذه المشكلة إيش هي؟ مشكلة الالتهابات. بذلك أعلننا نحن معشر البشر فهذا الاكتشاف انتصار عظيم على معشر البكتيريا، وتوجنا ألكساندرز وصديقه بجائزة نوبل لأنه اكتشف اكتشاف عظيم. بينما نحن يعني قاعدين نحتفل بهذا الانتصار، البكتيريا أخذت نفسها على جنب وجالسة تفهم المضادات وطورت نفسها. طورت نفسها ليش؟ قالت هذول البشر صنعوا حاجة تقتلنا، سنقاوم ونريد أن نفهم هذا المضاد الحيوي. فطورت نفسها، وكان العلماء لهم بالمرصاد، فطور العلماء أيضا مضادات أقوى وأعنف وأشرس. سبحان الله. خلونا نأخذ مثال حتى نعرف كيف استمرت هذه المعركة، معركتنا نحن البشر باستخدام المضادات ضد البكتيريا. تخيل معايا كأن هناك عصابة، يعني مثل العصابات أو القصص اللي نسمعها في بعض الأخبار، عصابة خطرة إيطالية كانت لاحقها الشرطة في كل مكان وفي كل زوج وفي كل حي، حتى استقروا في أحدى المدن وحصلت بينهم معارك دموية. ولكن هذه المجموعة طورت نفسها بمكر وطورت أساليب للتخفي، وكان عندها أسلحة متطورة، بل إنهم دربوا الصغار ونقلوا لهم جميع الحيل، وأصبح هذا الحي يشكل خطرا على الأمن ولا يمكن للشرطة مقاومته ولا يستطيع الناس المرور به. كذلك البكتيريا سبحان الله داخل أجسامنا استخدمت نفس التكنيك. بعد تعرضها لكميات كبيرة من المضادات، خاصة تلك التي نأخذها بدون وصفة طبية من طبيب متخصص، سوف تقتل كل البكتيريا هذه المضادات، ولكن يبقى يعني مجموعة بسيطة من البكتيريا مقاومة. هذول المجموعة الصغيرة سوف تتكاثر وستنقل أساليب الدفاع عن النفس إلى أجيال من بعدها، فسيصبح عندنا حرب عكسية مع البكتيريا وكارثة مهددة للصحة العامة. هذه البكتيريا هي ما يسمى بالبكتيريا الخارقة أو السوبر بكتيريا أو البكتيريا المقاومة للمضادات. تخيل أخي المستمع أن هذا الأمر ينطبق أيضا على مربي الطيور المواشي اللي عندهم مزارع أو مزارع ضخمة، أو أن واحد عنده مزرعة حاشر فيها مجموعة ضخمة جدا من الحيوانات في مكان ضيق جدا. إيش أسهل طريقة عليه؟ أسهل طريقة خطرة يمكن أن يعقم فيها المكان أو يزبط فيها البزنس أنه يرشها مضادات حيوية. هذا المكان الذي يتم فيه رش مضادات حيوية بكميات كبيرة وبطرق غير مدروسة، سيخرج من هذه الأماكن
سلاسل جديدة من البكتيريا الخارقة وستصل إلينا نحن البشر. ويا ليت سلالة واحدة، بل سلالات. إذن نحن الآن معشر البشر في معركة شديدة مع شيء لا نستطيع أن نراه بالعين المجردة، وهي هذه البكتيريا التي طورت نفسها وأصبحت خطرا قادما علينا نحن البشر. سنكمل الحديث عن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في كبسولتنا القادمة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.